ببلوك نوت اليوم مسرحيتنا اسمها جهلة الأربعين. إذا المسرحية إذا الاسم بيضحك هالقد مسرحية شو؟ أهلا وسهلا فيكم. معي مخرجة المسرحية سيلين هاليبيان، معي ممثلة بالمسرحية باسكال فرح، والممثل غسان حداد بنوجه له تحية ما قدر يجي معنا اليوم. المسرحية هي مقتبسة عن قصة عرضتيها باسكال قبل بالجامعة. هي كانت بروجي ديبلوم تبعك مزبوط. عن شو بتحكي المسرحية باسكال؟ المسرحية بتحكي عن رجال عم يقطع بجهلة 40، بيستضيف صبية اللي عنده على البيت، بيكون قبل بنهار التقى فيها ودينها 20 دولار. نهار المسرحية بيكون هو النهار اللي جاي البنت ترد له ال 20 دولار. نعم، ولكن هي بنت هوا، يعني مش بنت عادية تعرف عليها. صحيح، يعني هي اصلا بتاخذ مصاري. ولكن الشهامة منها انه ترجع ترد له المصاري. هي كانت الفكرة انه اعطينا عنوانك لرد لك المصاري، بس هي في براسة كان غير شيء. نعم. فبالوقت مين كاتب المسرحية الأصلية؟ نيل سايمون كاتب أمريكاني. نعم. اسمها The Last of the Red Hot Lovers. نعم. نحن عملنا اقتباس أنا وسيلين. نعم، وسيلين ساعدت حضرتك بكتابة المسرحية. مزبوط. قلتي لي أنه ما عملتوا كله. هي المسرحية الأصلية مؤلفة من 3 فصول، نحن أخذنا الفصل الثاني واشتغلنا عليه، طورناه وكبرناه وزدنا عليه أشياء وشلنا منه أشياء حتى نقدر قدموا هلا على المسرح. غيرتوها ليه؟ ليه قصرتوها؟ قصرتوها كرمال الوقت بس؟ كبرناها. كبرتوها؟ ايه. نعم. لأنه وقت الدبلوم أخذ مدته 30 دقيقة العرض، بس نطلع على مسرح مفروض تكون شوي أطول من هيك المسرحية، كرمال هيك اشتغلنا إنه نزيد عن النص أشياء حتى. قد إيه وقتها هلا؟ تقريبا 50 دقيقة. نعم. غيرتوا شيء بالنهايه؟ هل غيرتوا شيء بالقصه بالحبكه تبع القصه؟ هل غيرتوا شيء كرمال لانه المجتمع اللبناني؟ كان في تعديلات كثير انعملت، والنهايه مختلفه كليا عن النهايه الاصليه تبعت المسرحيه. النهايه كانت طب قولي لنا شو النهايه الاصليه؟ قلتي لي انه ما رح تقولي نهايه هون، بس قولي شو النهايه الاصليه، نحن بنجرب نفكر. ما فيني لا هي ولا هي. باسكال شو شو اسمك بالمسرحيه؟ كوكي. نعم، خبرينا بعد شوي عن الحبكه شو بيصير. فوقت تجي لعنده كوكي لسلوم على بيت امه، لانه امه بتظهر من البيت بهالوقت، ما رح اخبر كثير تفاصيل. أوكي. بس وقت تجي لعنده بتصير تخبره اخبار صايره معه. عم نشوف صور من المسرح. وحضرته قلتوا لي انه عامل الطول مهم كثير بالمسرحيه، يعني انت اطول منه بكثير لغسان، وبتلبسي كمان كعوبه لدرجه انه في سن بتحكي فيها عن هالموضوع. بركي بعد شوي اوكي بتمرقي لنا اياها. مرقي لنا اياها هلا. اوكي، شو بيصير بهيدي السن بالذات؟ بهالمطرح بتكون هي قريبه منه، فبتلاحظ فرق الطول، بتقول له دخلك قصران؟ بيقول لها قصران من امبارح لليوم. بتقول له ايه مبين قصران. بيقول لها العمى ليه بدي بين قصران؟ ما بعرف. بتقول له ما بعرف. بترجع بتفوق الزحف. الا الزحف، امبارح كنت لبسه زحف، اليوم لبست كعب كرمال الكاستنج، ما انا طولت مشان هيك شفتك قصران، بس انت مش قصران، انا طولت مشان هيك بينت علي قصران، بس انت مش قصير. هيدي الضحكه للكاركتر والسرعه بالحكي للكاركتر. يعني مبينه كثير ذكيه كوكي بالمسرحيه، اكيد لاعبين على الكاركترات اكثر. قلتي لي سنين، يعني الاخراج هو بحد ذاته مش انه اخراج صعب مسرحي، ولكن على شو شددتي اكثر شيء؟ هو اخراج المسرحيه مفروض تنتبهي على كل شيء، على ديكور، اضاءه، صوت، تمثيل، لعب الممثلين، بس نحن اكثر شيء حبينا نركز على تمثيل الممثلين، اشتغلنا على هذا الموضوع، على تركيب كاركتر ان كان لغسان ولا لباسكال. نعم. فيطلعوا اثنيناتهم مركبين شيء مهضوم ويكون لعبهم حلو على المسرح. نعم، يعني ركزت اكثر شيء على الممثلين، على كاركترات الممثلين. غسان بيضحك قديك باسكال؟ اثنيناتنا بنضحك. باسكال بين قبل وبين هلا شو حسيت تغير بالمسرحيه كتمثيل او كخبره يمكن؟ ايه هلا انا وقت كان الدبلوم تبعي كان كل شيء يعني مضبضب شوي اكثر، هلا كله توسع، بس الكاركتر بعده هو ذاته، يعني الكاركترات بقيوا هن ذاتهم، بس تغير شوي بقصتهم، فتنا اعمق. يعني سيلين طورت كثير قصص بالمسرحيه، خلتها يعني وضحت امور اكثر كنا بالدبلوم مثلا غايبه عنا، فهلا صار حاسه احلى بكثير، حاسه حالي مرتاحه اكثر مع الكاركتر. انا اول شيء كان عندي كثير صعوبه فيه للكاركتر، انه كثير بعيد عن شخصيتي. نعم. بس
بس حبيت اتحدى حالي. قلتي لي عن هالموضوع بالذات، يعني حبيت اتحدى حالك. صحيح. بمعنى انه الكاركتير كثير مغير، مش رح نحكي اكيد عن الاجتماعي عن مغير كثير، الكاركتير بحد ذاته مغير. قلتي لي انه انت كثير رايقه بالحقيقه. صحيح. خبريني شو الفرق وليه نقيتي هيدا الدور؟ انا وقت قررت اعملها دبلوم ايام الجامعه، لانه في استاذ من اساتذتي قال لي انه صعب عليك انت كثير بنت. انا كنت كثير رايقه وبحكي كثير على مهلي وبمغط بالحكي وجايه من ضيعه وكثير بفتخر بهالشيء. صور شو عم نشوف؟ يعني مش معقول البوزاتك شو حلوين باسكال. ايه هو الصور كيف بس تحضري مزبوط هو وقت التمرينات. نعم، هون مع اكيد المخرجه اللي عم تعطي تعليماتها. شو عم بيصير هون؟ لازم تحضري لتشوف. طب اعطوني شوية معلومات حمسونا. ما هي الصور بتحمس لوحدها. اوكي، هي دائما يعني كل الوقت هن في ممثلين بس ثانيين بالمسرحية، غسان وباسكال، وما في غيرهم كل الوقت على المسرح. لا. أكيد. يعني شو بيصير هيك مواقف بتضحك شوي برات المسرحية؟ لأنه المسرحية هي ديجا كوميدية برات المسرحية. ما نحن كل الوقت لأنه المسرحية كتير كوميدي بنقضيها عم نضحك كل الوقت، لأنه المواقف عن جد مضحكة الماكسيموم. نعم. هي تقريبا 50 دقيقة العرض، بس 45 دقيقة منهم كوميدي الماكسيموم. اخر فترة باخر قسم من المسرحية بتقلب. هي اي نوع من المسرح سلين؟ يعني هي هل هي مودرن؟ هل هي التياتر؟ لا، مودرن منه كلاسيك ابدا. يعني يعني ما فيها كثير قوانين؟ ما فيها كثير قوانين. لا، يعني فيكم تغيروا قد ما بدكم بالتنقلات حتى بتقسيم المسرحيه. مزبوط. كنت عم تخبريني باسكال انه تحديت حالك لحتى اخذت هيدا الدور، شو صار؟ تحديت حالي، اشتغلت على حكي، هلا صار احكي شوي بسرعه. كنت حتى بالحقيقه صار هلا كثير ساعدني الكاركتير عن جد بالحياه، وطلعت على المسرح قويه، يعني قويت اكثر. وهلا وقت نعيدها حاسه حالي رح اكون اقوى من الدبلوم، لانه خلص يعني كثير فتت بالشخصيه وكثير حابه الشيء اللي عم بعمله ومبسوطه من حالي. هل هالشيء بحمسك لبعدين؟ بس خبرتني سنين انه لقيتوا شويه صعوبه كانتاج وانه تلاقوا المسارح. على كل الاحوال بدكم تذكرونا بالاخر وين واي متى عم تنعرض. شو الصعوبات اللي واجهتوها سلين؟ صراحة كان في كتير صعوبات، بس انا وباسكال من الاول مقررين انه شو ما صار رح نكفي. برافو عليك. قبل كل شيء انه اهلنا رفضوا الفكرة انه بعدكم صغار لشو تطلعوا من هلا وتبلشوا من هلا تاخذوا مسؤولية هالقد كبيرة. قلنا لهم انه لا، نحن حابين انه، لانه طبعا ضل ناطرين بالبيت مين يجي يشغلنا عنده بشي مسرحيه بشي مسلسل، رح نبقى ناطرين. فقلت لها لباسكال شو رايك نطلع ونعرضها على المسرح بما انه بالجامعه هالقد كان في. يعني قالت لي باسكال انه بما انه كل شيء بلبنان صعب وتنفيذه صعب، بقى هيدا مش رح تكون اصعب من غيرها، ونحن مصرين انه نعملها. شجاعتك يعني واصرارك على الموضوع قد ايه مشجع بالفعل سلين. وين عم تنعرض باسكال؟ مصرة انه انت تقولي لنا وين عم تنعرض وتفسري لنا ليه؟ مصرة اقول انه اول عرض بضيعتي رشيا الوادي، رشيا الاستقلال اكيد كلكم تعرفوها، وبوجه تحيه لكل اهل رشيا وخصوصي للبلديه ساعدونا كثير. نعم. بموضوع العرض. نعم. يعني امنوا لنا قاعه كبيره ومسرح وساعدونا كثير. نعم. وحبيت اول عرض يكون برشيا لانه العالم كلهم اصلا ناطرين باسكال شو بدها تعمل. وبس حاطين امل فيكي يعني متابعينك. وان شاء الله رح بيض لهم وجههم ان شاء الله. فمن هيك بتسعة الشهر الساعه 4 بعد الظهر بالقاعه العامه برشيا الوادي. كم يوم برشيا؟ نهار واحد. نعم. راجعين الجمعة اللي بعدها نازلين على تورنسول على الطيونة أربعة أيام بمسرح تورنسول. نعم. بالطيونة. على كل الأحوال أنا معي الأفيش هون إذا بتحبوا تشوفوها. وبدي أشكركم أنا وبشكر وجودكم معنا. مرسي. وبدي أتمنى لكم التوفيق كتير كبير لمسرحيتكم. Good luck. مرسي مشاهدينا، نحن رح نتابع معكم بعد لحظات قليلة.